إذن بعد الاستماع إلى السادة قطرية البارح نحلم بالغنجة، نواصل الحوار مع ضيف نذكر به، هو سي فوزي الشوية وهو فني سامي وأيضا ناظر بقسم الجراحة بمستشفى ابن جزار بالقيروان. الأكيد سي فوزي أنك شاركت في العديد من المؤتمرات الطبية خاصة في المجال الاختصاص متاعك، لو كنت تعطينا فكرة وتعطي السادة المستمعين عن هذه المؤتمرات. حبيت نقول نقطة هامة في الموضوع هذا، هو أن كانت فما مؤتمرات دورية تصير بالإطار شبه طبي فيما خص بعض الأمراض، ولا بعض خاصة اللي معناتها الأمراض اللي يستحق معناتها تدخل جراحي، وشاركت في عدة مؤتمرات في الحمامات في تونس في المستير في سوسة، وكنت حريص باش نكون ديما متواجد باش نعرف معناتها أول حاجة كيفية العمل في مختلف المستشفيات الموجودة في تونس بصفة عامة، وخاصة إذا كان فما معدات جديدة تدخل باش نظلي أنا معناتها مواكب الحدث، ونحاول معناتها ديما يكون السبيطار معناتها مستشفى من الجزائر سباق باش معناتها نوفروا له المعدات هذيك باش نطوروا في العمل نتاعنا. ومن أهم الحاجات اللي صارت هو أنه وقت سي أحمد الجمالي قبل معناتها عام 89 90 حاجة كملكة، كانت فما تطور في ما يخص الجراحة في البلدان الغربية، قالوا الجراحة بالمنظار. ايوا سي أحمد الجمالي وقتها عمل اتصالاته مع زملائه في فرنسا، وجاب لنا فريق معاه معدات هذه نتاع المنظار، وقتها كانت حاجة مش معروفة في تونس، وأول ولاية معناتها عملت الجراحة بالمنظار هي ولاية القيروان، وقعت التجربة نتاعهم على الحيوان اللي هو الخنزير. جاب وقتها ثلاثة خنازر وجبناهم للمستشفى، وجاء الفريق هذايا اللي هو فرنساوي وحطوا المعدات نتاعهم وعملوا كيما الكونفرنس، عملوا كيما القاعة فيها تلفزة ويعديوا كيفاش تقع العملية بالمنظار. وبدينا بعد ما مشاو وكل شيء سي أحمد الجمالي طبقها الحكاية على الإنسان، وقت خلى الإطار بتاع فرنسا وعملنا تجربة، والتجربة نجحت، ومن وقتها سبيطار قروان دخلت جراحة المنظار. كانت في الجراحة العامة اللي هي معناتها على مختلف الجهاز الهضمي مختلف معناتها، وبعد تطورت لجراحة الكلى المجاري وجراحة العظام وجراحة التوليد الكل ولات بالمنظار. لكن بالتأكيد لابد أن يكون هناك إطارات طبية تابعت هذه، يعني ما يجمش مثلا كان في جمالك هو لابد لا ما يبعد. قلت لك بعد ما صارت التجربة هذيك والطب بداوا يشاركوا في المؤتمرات اللي تخص الجراحة المنظار في الخارج، خارج تونس، وبعد جات في تونس معناتها بحضور معناتها جانب خارجي معناتها جانب من الغرب، وبدات الامور تتطير تتطور بشويه بشويه حتى لين توا عندنا الطب في تونس وصلوا حتى لمستوى كبير ياسر. أيوة. وشاركوا حتى في عمليات خارج تونس ونجحوا فيها ومشيت. كنت انا حريص باش نتبعوا الذي وعلمتها انا، معناتها انا عملت عليها دروس نظريه وتطبيقيه للفريق الشبه طبي الموجود عندنا، وجبنا المعدات بشويه بشويه، فهمت، حضرنا معناتها وحده منظار نقولوا نحن فيها مختلف المعدات الخاصه بالعمليات، ومعناتها وبدينا نخدموا فيها ونحضروا معناتها مؤتمرات تخص، ونحضر انا باش نشري معدات جديده اذا كان فما معدات جديده. كنت الحقيقه نشيط في الحكايه ذي، ونمشي لتونس طون دو فوا، عندي برشا معناتها كيفاش يقولوها معناتها اللي يبيعوا المعدات معدات اي كنت نمشي لهم بيريوديكمون، نمشي لهم في الشهر مره، نمشي لهم في الشهر ساعات مرتين،
باش معناتها نشوف فماش حاجه جديده باش نكلم معناتها السبيطار بتاعنا يشريها ونجيبوها باش نطوروا بها العمل بتاعنا في ال. والقروي قلت لي كانت هي الاولى معناتها في المعدات، كانت هي اول واحده سباقه في تونس كامله، في تونس كامله سباقه في جراحه المنظار. وعملنا التجربه على الحيوانات وبعد بشويه بشويه طبقناها على الانسان. فهمت؟ وكانت معناتها تجربه ناجحه. وهني قلت لك بعد تطورت الامور ولات توا اكثر الاطباء يخدموا بالمنظار جراحه المنظار. وقعد متواصل معناتها التواصل خاصه الناس اللي اطار شبه الطبي خذا الفكره وخذا الخبره باش ولا يتعامل مع الطبي. خذاوا الخبره ولحد الان معناتها الفريق اللي موجود عندنا في قسم العمليات الجراحيه كفأ باش يقوم بمختلف العمليات بالمنظار في اي اختصاص. فهمت؟ وقاعدين زادا يتبعوا، قاعدين يتبعوا في التطور نتاع المعدات، خاطر المعدات كل مره تطلع حاجه جديده، كل مره تطلع خاصه ليزانسيمون الادوات، ادوات ادوات فيها برشا تطور وقاعدين يتبعوا فيها وقاعدين بحول الله ماشيين في الطريق الصحيح. تو نحن عندنا نحن نقولوا فرمني والا ممرض والا قولوا فيه خذا الروتات نتاعه وكاو معاش نجم يخدم، بالعكس برشا معنا اطارات شبه طبيه نقاوها اليوم تخدم في مجالات اخرى. سي فوزي اللي انت اليوم بعد ما تقريب 36 سنه من العمل في القطاع الصحي العمومي، اظن انك عندك عمل اخر اليوم تقوم به. يعني وقت اللي معناتها انا معناتها جاني شرف المهنه، تحول شرف المهنه في 2017 في شهر اوت بالذات. واتصلت بيا مختلف الكلينيك الخاصه اللي المساحات الخاصه، المساحات الخاصه، وانا وقتها كنت في فتره ان معناتها تحب ترتاح راحه، فتره راحه تحب التامل، وكنت معناتها متردد ما بين نكمل في الميدان هذاك ولا حبيت ناخذ فتره راحه. يا اخي جاتني بروبوزيسيون من المعهد العالي للتمريض مع خواص في الخواص خاص في تأطير في الدومين في الميدان نتاعي انا اللي هي الجراحه معناتها العمليات الجراحيه. من غير ما خممت قبلتها، معليش حبيت نكون حريص باش نكون جيل مستقبل في الصحة العمومية في الاختصاص نتاعي اللي ياخذ مشعل ويكمل يقوم بالحاجات اللي كنا نخدموا فيها نحن في أحسن ظروف وممكن يطورها، مع أنهم هما ناس صغار وناس نتاع علوم باش يطوروا المهنة نتاعنا. وقعدت في وقتها نأطر الطلبة في المعهد الأعلى نتاع التمريض في قسم العمليات الجراحية في قسمي بالذات، ولهذا ما شعرتش بروحي خرجت في التقاعد. ما زلت نحس بروحي كأني قعدت نزاول في العمل نتاعي من غير انقطاع. ما زلت باتصال بالمستشفى بالجزار، خاصة ربما تجيكش مثلا بعض الحالات تحب تدخل فيها أنت. تو الموجودين في القسم نتاعي أنا في قسم العمليات بما فيهم الإطار الطبي وشبه الطبي في وقت من في حاجات معناتها في اي مجال في بعض المجالات مش الكل يرجعوا لي بالنظر بالخبره نتاعي وبالمعاشره اللي عشت فيهم برشا، فهمت؟ خاصه في الشبه الطبي يرجعوا لي بالنظر ويستشيروني في بعض الامور ويحبوني نتدخل في بعض حاجات في نطاق معقول معناتها من غير ما نتعدى حدودي كانسان في التقاعد. اما ما نبخلش عليهم بنصيحه ولا بمعلومات اللي هي معناتها تنجم تسهل لهم الخدمه شويه ولا تخليهم معناتها يخدموا في اريحيه. سي فوزي كان قبل فما هناك مدارس للصحه للاطارات شبه الطبيه كانت خاصه كما ممرض مختص. تو ما عادش مازلت الممرض مختص تو الا لا لا خاطر قبل سامحني في بدايه الثمانينات حال ما اعتقد انت خاطر قلتي في الثمانينات مشيت انت لصفاقس معني يخرج من غادي يتحصل ما عندك قبل يكون عندك شهاده البكالوريا لابد باش يكون عندك شهاده البكالوريا هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه المدارس هذه كما صفاقس قداش المدرسه هي موجوده وقتها موجوده مدرسه في سوسه ايوا ومدرسه في تونس ومدرسه في صفاقس ايوا مركز المدارس المدارس والنمط هذه مازال موجود توا ولا لا؟ توا هما قعدوا يتسموا مدارس عليا لكن توا ولاو يخرجوا
معناتها مباشرة يخرج ممرض رئيس، ما عادش فما اختصاص ممرض رئيس. فين يقرأ هو في المدرسة العالية؟ فما يقرأ أما مدرسة معهد الأعلى فهمت، ولا يقرأ في ولا يقرأ في كلية الطب فهمت، في كلية الطب فما الشبه الطبي فما الطبي كما عون مخبر كما في التدليك فني سامي، في التدليك فني سامي كما لسجفة كما لتكنيسيان متاع البنش، هذوما الكل يقرأوا باك بلس تروا، يقرأوا في الكلية متاع الطب ولا يقرأوا في معهد أما معتها دولي مش خاص. توا تخلقت هذه المدرسة الخاصة فهمت، وكانت عندنا نحن المدرسة تاع الصحة العمومية للتمريض، هي علوم التمريض، علوم التمريض كانت تخرج ممرضي. توا الجيل اللي برسك كله خرج للتقاعد قاري في المدرسة نتاع التمريض نتاع القيروان فهمت، إلا 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 الاختصاص، الاختصاص هو اللي قاري لبرا من القروان فهمت. المدرسة هذه كانت كل ما قلت تحكي سيرتك خرجت برشا من الإطارات شبه الطبية، كانت تسمى كانت تسمى مدرسة الصحة المهنية، مدرسة الصحة المدرسة المهنية للصحة، وبعد ولات مدرسة علوم التمريض بالقيروان هذه الخاصة، الخاصة الأخرى كانت تابعة للحكومية، الحكومية هذه خاصة. به نجيبوا جانب آخر، الجانب الأسري، يعني بالنسبة قاش عندك من الأبناء؟ أنا عندي ثلاثة أبناء ما شاء الله بارك الله فيك، الطفل الكبير محمد فراس متخرج مهندس اختصاصه ميكاترونيك وتوا منتدب في كهرباء والغاز مهندس أول يخدم في البرمة. إيوه. وعندي الوليد الثاني اللي هو أسامة وصل مستوى باك سيونس وما كملش، وقتها ما تعرف الجيل هذا صعيب شوية في القراية ما كملش، لكن بالمناظرات مختلف مناظرات وخذها برشا شيء في مختلف الاختصاصات منها الانفورماتيك ومنها المحاسبة، واتى الحظ باش شارك في مناظرة ودخل البنك المركزي، البنك المركزي تو يخدم في البنك المركزي. والوليد الصغير بون هو مؤهلاته ما سمحتوش باش معناتها بعد عمل تكوين مهني فيما يخص لكاميرات سيرفيونس وال كاميرات مراقبة والسرير الكتريك وهانو بحول الله قاعد يخدم اموره مليك لاباس. سي فوزي في الدار تعاون المدام انت ولا؟ انا من الناس اللي نعاون برشا المدام، والمدام هزت معايا حمل كبير خاصه كي جبت الاولاد وانا تسميت ناظر ولات وقتي كامل بريسك تابع للمستشفى العمل تابع المستشفى، خاطر في الحاله الطارئه او في الواحد يبعثولي وانا نقعد نجيب مثلا فرق باش نعاونوا. كانت عندنا احنا عندنا منطقه عبور القيروان كنا ياسر نقصيو في لي زاكسيدون دو لا بوبليك اللي هما خارج ولايه القيروان، لكن مع انها هي منطقه عبور كانت اكثر الحوادث وان شاء الله ربي يجيرنا من كل شيء، كانت الحوادث قريبه ياسر سبيطار قيروان يجيبوها منا. كنت انا بحكم معناتها ديما متواجد اني نوفر معناتها الاعوان شبه طبي في مختلف القاعات، مثلا ساعات في عشيه ولا في ليل حتى تتحل لنا ثلاثه قاعات انا اوبليجي. عادة لقطة الصغار لم معتها ولات درك عليها هي أنها أغلب الوقت ولو أنها تعمل هي، لكن هي اللي هي بيهم وكل شيء. بعد ما لقيناش حل وليت طلعتها هي في الليل لقعدت أنا ليه بالصغار ونعمل معاها كل شيء، نعاون فيها في كل شيء. يعطيك الصحة. غير مزي. به ما حبش نجيبه الوالد نتاعك الله يرحمه طيب ثراه. فهمتني عم صالح، عم صالح فمش حد في القروية ما يعرفش عم صالح، فمش حد من بخلاف الحومة يخدم فيها هو كل شيء، أسأل على عم صالح شوية يقول لك نعرفه الله يرحمه طيب صراحة. كيفاش كانت العلاقة مع عم صالح وخاصة أنه تبارك الله عليه صناعي، صناعي كبير في النجارة ثم أخذ اختصاصات أخرى ثم مشى لتونس، ومن الأشياء مش تحكينا عليها قصر قرطاج البصمه نتاعو تو مازالت موجوده. تفضل سي فوزي. بارك الله فيك وربي يرحم جميع المسلمين. الوالد نتاعي كان كما نقولوا احنا مهف في مختلف الحرف. هو نجار اصله اما كان يعمل لحلو، كان يدهن، كان يصلح الضوء، كان ومن جمله ما انه متعدد الاختصاصات. متعدد الاختصاصات.
وفي وقت من الاوقات خدم في الصناعه التقليديه في الدمدين في تونس وقت احنا ما زلنا صغار. من جملتها عندي خالي وجنان، ولادي جنان بصفه عامه، كانوا عندهم اختصاص نقش على الخشب، تخشخيش نحن نقول، هو الوالد بيدو يعرفوا تخشخيش. ايوه. وقع استدعاهم باش يعملوا، وكان الوالد يعمل التزويق نتاع السقوفات، كانت بكلها لوح وكانت فيها زينه وفروش الحجامه، فروش الحجامه، كان هو يزوق ملي معناتها صنيعي في التزويق. وقع استدعاهم عملوا التزويق نتاع السقوفات اللي موجوده في قصر قرطاج الرئاسي، والتو البصمه نتاعهم نتاع خوالي ونتاع الوالد التو موجوده في قصر قرطاج. الحمد لله. الحمد لله. وكان باي معروف على خاطر كانت عنده لي معناتها ريلاسيون سوسيال كيما اللي موجوده عندي توا، نحب الناس الكل، نخذي للناس الكل، ما عنديش وقت كي معناتها ما عنديش مشكله كي نضيع وقت مع واحد باش نقضي له شورو. ما تعرف انت اللي في الساحه العموميه اتو مومون الجيران والاحباب والاصحاب يستنجدوا به باش معناتها يقف معاهم، دقلوا زريقه يجيو في الليل، دقلوا زريقه عقاب الليل، عقاب الليل نهزوا للسبيطار في حاله استعجاليه، نقف معاه في عمليه، نكمل معاه بعد العمليه، كي راجل كبير يسحق باش ما عاد يقولوا مثلا سيروم ولا حاجه يدق علي الدار نخرج معاهم ونمشي معاهم. وهذا واجب انساني رب العالمين، هو واجب انساني. ما تعرف انت توا العباد ولات في العلاقة الاجتماعية، ولات العباد هكاك اللي ما قعدتش كيما قبل الحقيقة، فهمتني؟ اي معناها العلاقة الانسان ماذا بها، كل واحد على روحه، كل واحد على روحه، وما نعملكش انا هذايا باش نخاف يصير له شي حاجة. كنا قبل نعملوها من غير تفكير، وربي بحول الله لاباس، وعلاقتنا باهية مع الجيران ومع الاحباب ومع الاصحاب ومع الناس الكل. هذه الجوانب هذه الانسانية تقوم بها سي في فوزي، غرست قاعش تغرس فيها في الجيل اللي جاي. تبارك الله انت عندك 36 سنه، والاكيد انه الممرض اللي يمشي ياخذ المشعل من عندك انت ولا من عند غيرك يزف فيها الدافع الانساني. ما معنى ذلك؟ خاطر برشا الناس نقولوها بصراحه سي، اي وانت ما تستغلوها وجودك معنا، برشا تشكي تقول تعيط عليا الفرمليه، تبى تلكش عليا يا بنيتي راني ما يضر راني كذا كذا، معناها الجوانب الانسانيه يظن لك انت تحكي نقصت شويه، الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. هذا صحيح. يبقى من الحاجات هذوما برشا الناس يشكاو من 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 الممرضين والممرضات. هو الدافع الانساني بحول الله ما يتفقدش، ديما موجود. حاجه بركه هو انه معناتها الجيل الجديد وخاصه في مستوى الجامعات وكل شيء، ولات فما لا مسؤوليه بصفه عامه. ايوه. كي يدخل للدومين نتاع الصحه العموميه يسخلوا هو ميدان كيما الميادين الاخرى، معناتها هاني مش نقرا ومش ناخذ شهاده، والشهاده مش نخدم بها، مش ناخذ شهريه، ولا مش ناخذ شهريه ومش نخدم. انا وان شاء الله بحول الله نكون قد وفقت في الحكايه هذه، وحتى الطلبه يشهدوا لي بذلك اذا كان معناتها كانوا معناتها مستوعبين الشيء اللي نقول فيه. انا اول درس وقت يجيني معناتها فريق مش يعمل لونكادرمون معينه، تاطير معينه، اول درس قالوا لهم قول لهم بالله خذوا العبارة هذه واكتبوها وحطوها بين عينيكم، راكم انتوما ناس الحرفة نتاعكم راي مقدسة، راهو وقت اللي مش تخرجوا مشكم مش تتعاملوا مع جماد ولا مع آلة ولا مش تتعاملوا مع روح بشرية، والروح البشرية هذه نحبكم ديما تتصوروها أنه بوك خوك عمك أمك كي يمرض قدامك كيفاش تكون الحالة نتاعك النفسية. يقولوا لي مسيو معناتها من غير ما نشعر يلزمنا معناتها، نقول لهم ديما ديما المريض هذاك تحطوه قدامكم كانسان قريب لك ياسر، يلزمك تعمل معاه اللازم سير لو بلون مورال سير لو بلون معناتها لي جيست اللي مش تعملهم. كي تحط هذا بين عينيك بحول الله كي تخرج ظلي علاقتك مع المريض علاقه طيبه وتوفر له كل شيء. ونقول لهم نمشي معاهم اكثر من هكا، ونقول لهم راهو المريض كي تحصل له حتى كي ما يدعيش عليك بفمه تدعي جوارحه بالخير. إيه. والعكس بالعكس، راك تعمل معاه العيب تعيط عليه ولا ما تعطوش حقه ولا حاجه، راهو ما يدعيش عليك بفمه حتى جوارحه تدعي عليك، وراهو مش باهي لكم في المستقبل. ونعطيهم حتى امثله ونقول لهم راهي فما ناس تعرضت لبرشا حالات تاع امراض نتاع مصايب نتاع واحد لا لي شيء على خاطر في الخدمه نتاعو ما مشاش مريض. وان شاء الله بحول الله نكون قد وفقت في الحكايه هذه وياخذوها بعين الاعتبار. سي فوزي في وقت من الاوقات في مستشفى ابن الجزار وقت الاكتظاظ كبير برشا
ويجيوا الاولياء ويجيوا بقى تقع مناوشات كبيره توصل حتى العنف المادي والعنف اللفظي والعنف المادي. يعني في الحاله هذه تدخل استعجالي تلقى ناس معناتها معبيه سواء المريض او سواء اللي يجي مع المريض، مريض يجي معاه 50 سنين. كيفاش تعاملتوا سي فوزي مع الناس كما هذوما؟ ربما اصدقاء كيفاش يتعاملوا معاهم؟ وما نعرفش انك الطريقه ربما المثلى حتى يكون المستشفى عنده حرمه نتاعه وعنده احترام لطالب طبي وشبه الطبي. هو في الحقيقه سي زبير انا قلت لك هي حكايه عقليه. احنا الجيل نتاعنا والجيل اللي ربانا كانت عنده عقليه الاحترام قبل كل شيء في اي ميدان ومع اي شخص. احنا هل العقليه دي تبدلت معناتها مع الحياه مع الضغط النفسي مع واحد العلاقه دي تبدلت ولات فيها قله احترام. المشكلة أنه يجيب لك المريض ويجيك هو في حالة هستيريا، فعوز هو يكون معناتها لا غالب، هذيك توا إنسان ربي ابتلاه بحاجة يلزمك أنت تصبره وتعرف كيف تتعامل معه. ما تجيش أنت في حالة سيئة توتر الإطار الطبي والشبه الطبي وتكسر معدات وكل شيء، وفي التالي بكل النتيجة ما تولي فوضى. فوضى ولا فوضى هي الفوضى دي بديت لما حالة من اكثرها كثره كل شيء من وقت الثوره الحقيقه. كان المواطن عنده حدود والحدود هذيك يحترم على خاطر فما شكون يتبع فيها الحدود، واذا كانت تصير راهو يعرف روحه مش يتعاقب. ما لازم في الثوره تسيبت الامور على اساس عبر على مقصودك وهذوك ما ناس مش يعطيهم حتى فكره على الاطار الطبي وشبه الطبي اللي هي فكره مش باهيه، راهو ما يقوملوش بالواجب وراهم يدنفروك وراهو درا شنو درا شنو. التفكير هذاك طغى عليهم ولاو كيجيو يجوكم ديجا يجيوك على اعصابهم. تو يجيبك انسان معناتها اوناغوني انسان الله غالب وصل لمرحله انه مش يتوفى ولا حاجه. ايش باش تعمل له انت كايتار شبه مش ترجعوا للحياه؟ كي تقول له راهو تاعب وكل شيء، لا انتم ما قمتوش بواجبكم، كيفاش مات؟ فهمت سي زبير؟ فما برشا عوامل اجل نتاعو جا فوالا، فما برشا عوامل خليت هالفوضى هذه تكثر وتتفاقم. فهمت؟ باهي سي فوزي، الخدمات في المستشفى ابن الجزار نقولها بكل صراحه انك اعلامي هناك تحسن نوعي لابد باش نقولها، باش نقولوا ما نكونوش متشائمين خاطر اطاراتنا شبه الطبيه قاعده تبذل في مجهود. بون فما حالات استثنائيه هذيك حاجه اخرى، اما كي نتحدث جروسو موندو عن مستشفى ابن الجزار اليوم نقولها بكل صراحه يعني الاقسام نتاعنا محترمة محترمة جدا، قسم القلب، قسم نساء وتوليد، قسم الطب العام. طب العام، يعني هناك نقلة نوعية لابد الإقرار بها، لكن مع ذلك فما هناك ما زالت نواقص كبيرة، خاصة أنه المريض بعد ساعات يقعد يستنى برشا وقت، بعد ساعات المريض يستنى شكون يدق الزريقة، يقعد كذا، وهم عندهم الحق، تو مرضى تراشي زاد النقص على مستوى الإطار شبه الطبي. بالطبيعة. هذاك من المشاكل اللي ربما يتعرضوها في السبيطار، كما كنت تحكي سيادتك أنت تو في الليل مثلا قار في الليل، يجوك خمسة ستة سبعة ثمانية من الناس الحالة نتاعهم كذا، ويجيو معاهم مالي، فهمتني؟ تلقى هناك مونك، سواء إطار طبي وشبه طبي. هو الحقيقة النقص هذايا راهو معناتها واقعي. النقص هذايا مع انه معناتها ما فماش انتدابات المده الاخيره، كل ما فماش انتدابات في مختلف المؤسسات، منهم المؤسسه نتاع الصحه بالمجد يلزمها برشا انتدابات، خاصه انه انا قلت لك هو العدد نتاع سكان القيروان نزاد مع المرضى نتاع الولايات المجاوره اللي اون برانسيب كي يمشي لولايه اخرى ما يقبلوش، احنا هنا نقبلوه. الضغط كثر وبوان دو في رقم تاع المرضى والانتداب ما فماش، قعدوا فما النومبر ليميتي تاع الشبه الطبي والطبي باللي مش يخدم ما يوفقش. كيما توا الاقسام الاستشفائيه اللي فيهم مرضى راقدين، انت كي تخلي زوز من الناس في 45 مريض في الليل كيفاش تحبوا يعطيك؟ ما ينجمش يعطيك نتيجه. طاقه، هو عنده طاقه، عنده طاقه معينه وعنده مراقبه اللي في 12 ساعه يلزم يوفر معنا التاتوسكي تريتمون لك المرضى ذيك ليجين نتاعهم، معناتها امبوسيبل باش يوفق ويزمو يرتاح زاد. تو بيان سور تو نحن الممرض يخدمك 12 ساعه 12 ساعه
بدنوا في حاجه الى الراحه. بعد ساعات والله بعد ساعات يقولوا لي الوقت نتاعنا نزيد عليه ساعه وساعه ونص، خاطر ما فماش شكون يتلهى، فما شكون كذا، فهمتني؟ هنا دعوه دونك الى الوزاره لتوفير اطار شبه الطبي، وفما عندنا اطارات شبه الطبي يستناو تو باش يشيدهم باش يشيدهم ان شاء الله على كل اللي يقع انتدابهم، حتى ربما نقضيو على الجانب هذا انه هناك نقص على مستوى الاطار الشبه الطبي. به نحن تحدثنا عن الجانب انه السبيطار يتعبس يا فوزي، به منين يجيو؟ يجيو من المعتمديات ولا؟ ايه به اليوم فما هناك ايضا تحسن نوعي، مستشفيات محليه، مستوصفات في بعض الجهات النائيه، ترشي زاد اليوم اللي يلزمنا يكونوا. علاش يجيك من البقعه ما نعرفش انا من وسطاتية ولا بقعة من بعيدة برشا خارج الوسطاتية ولا خارج سيد عمر بوحجدة ولا خارج السبيخة ولا شبيكة، علاش ما يقعش على البلاصة مستوصف على عين المكان ويخسروا طبيب مثلا؟ مش هذاك الشارج اللي يجي السبيطار من الجزائر على الأقل غادي ياخذوهم هما ويداويوهم غير ما يتنقل. فما الناس ما عندهاش إمكانيات باش تتنقل للقروان والمستشفى من الجزائر. ما يا سي زبير بالنسبه للمعتمديات السونتي دو باز معناتها المستوصفات موجوده راهي موجوده، فيهم طبيب عام وفيهم معناتها اطار شبه طبي. الاشكاليه الكبيره في الاختصاص هو انه كي يجيهم مريض معناتها يستحق عمليه، يستحق استشاره طبيب في المعده، يستحق استشاره طبيب في القلب، ما ينجمش هو يداويه، دونك اوبليجي باش يبعثوا. فهمت؟ لكن النقص في الاختصاص في مختلف المعتمديات هو اللي يخلي الضغط الكبير على السبيطار. لكن فما بعض حالات سي فوز ما استحقش باش المريض يهبط للقروان، يقولوا لي بعض الاطباء وبعض كذا، فما حالات ما نعرفش انا بون صحيح لدغات نتاع العقارب هذه يجم يهبط للقروان خاطر ما عندهمش المعدات وكذا، لكن فما بعض الحاجات ينجم على عين المكان، في المستوصف على عين المكان. انا قلت لك اذا كان معناتها مرض على مستوى الجسم ويكون يسحق كان طبيب عام، طب عام انه يا اخو يعطيه دواه، ولا مثلا ايتا معناتها كما قلنا على ايتا غريبال ولا برونشيت ولا حاجه ينجم يعطيه دواء. اما اذا كان الحاله نتاعو معناتها يلزمها اختصاص معين في الصدريه ولا في القلب ولا في الغدد ولا في حاجه، اوبليجي باش يبعثوا هو للولايه، فهمت؟ للمستشفى. هذاك علاش يكثر الضغط علينا. عاش قلت كنا منذ البدايه سي فوزي، لابد الانسان يقول اللي فما هناك، انا بحكم اعلامي فما هناك نقله نوعيه، فما برشا، لكن هناك نقائص كما كنا نحكيو، نقص على مستوى الاطار الشبه الطبي، ربما بعض الاختصاصات في الشبه الطبي. به حبيت ان قبل ما نختم معك سي فوزي، فماشي ربما انت بانك فني سامي وعندك خبره كبيره 36 سنه، شنو هي النصائح اللي تقدمها للممرضين الجدد اللي مازالوا يشدوا الخدمه نتاعهم؟ والله معناتها في ما يخص معناتها نصيحه بالنسبه للممرض في المستقبل هو انه يكون ملتزم. الممرض لازم يكون ملتزم وعنده عقليه انه راهو المريض مش يرتاح لك اول معناتها ما يدخل في مباشره في علاقه مباشره، مش يدخل مع الممرض. يلزم يلقى ساعة ترحيب، يلزم يلقى ضحكة، يلزم يلقى حاجة اللي تطمنك المريض ذاك ويعبر لك على الآلام نتاعو، ويعبر لك وانت تسمعه تتصنته تعطيه حقه، وبعد تقوم بالواجب اللي عليك من إسعاف ولا من توفر له معناتها البلاصة اللي مش يرغب الراحة، توفر له كل شيء، لكن تعملها تلقائيا وتعملها ترحاب وتعملها، ما تكونش عبوس، ما تكونش ولو انه فما ضغط في بعض الاحيان، لكن ديما حاول تكون باهي مع المريض. لو المريض قد ما تعمل معاه وما ما يعجبوش، اما انت كي تكون معناتها عندك مستوى نتاع يكون مرن تكون مرن وتكون مرحب به، وتكون معناتها عندك العقليه انك معناتها تحب تداويه وتوريه اللي انت تحب تداويه وتحب تسعفه، يرتاح لك وبحول الله تلقى. وتحاول بالنسبه للممرض الجديد حاول تطور بربي في العمل نتاعك، حاول ما تقعدش جوستك اللي تعلمته وكهو تحب تطبقه. فما برشا حاجات راهو المجال نتاعنا راهو كبير ياسر، راهو تنجم تطور
لازم تعمل معناتها حاجات اللي ممكن ما تراهاش الا في كي تدخل المهنه، في القرايه ما تراهاش، لكن تدخل المهنه وتخدم فيها مخك وتحب توصل في سيرفيس، تحب تحسن، تحب تعمل حاجه في معناتها باهي للمريض وباهي حتى للعمل كعمل، راك تنجم حاجه بركه. حاول طورها، ما تقعدش في المستوى انه معناتها انا مش نخدم وناخذ شهريه والنوعيه تكون مش هي، ولو وتبدا تخدم فادد وقتاش تروح. بربي نحيوها العقليه هذه، وحاولوا ديما ديما المريض اعطيوه حقه اكثر من حقه، طول الامور تمشي بالكذا بالكذا. من الاعمال الممتازه سي فوزي نحن لابد ان نذكرها ونثمنها ونشكرها، تتذكر فتره الكوفيد، فترة الكوفيد من هم اللي كانوا في الجدار الأول الخط الأمامي؟ هم الأطباء وكذلك الإطارات شبه الطبية، برشا ناس ماتوا سواء شبه الطبية. صحيح. فكل فترة ذيك العصيبة شكون تكون تلقى إطارات شبه الطبية، وهذه من المنبر هذا يا سي فوزي من خلالك أنت نحب نوجه تحية كبيرة كبيرة برشا لإطاراتنا الطبية والشبه الطبية، والله يرحم اللي توفى، وخاصة أنهم هم عطاوا صدورهم للمرض هذايا، وقت تعرف برشا موتى، برشا يعني برشا تضحيات، وربما أنت تعرف ربما ما كنتش ما حضرتش عليها أنت الفترة هذه، ولكن لابد أنك تصدق أصداء من هذا. بحول الله معناتها ديما راهو الإطار شبه طبي راهو ديما هو في الواجهة، راهو المريض ما يوصل للطبيب الا ما يعمل معناتها الكونتاكت الاول يعملوا مع الاعوان شبه طبيين. اي نعم. واحنا والله اعواننا راهم في مستوى، تبقى ما كما قلت حالات شاذه الواحد ما يخش عليها، تبقى رانا عندنا اعوان شبه طبي من قبل حتى لتوا، ناس واقفه بالقداء وتحب معناتها ديما تغطي الصحه العموميه وتغطي المستشفيات بصفه معناتها محترمه، بصفه فيها عمل دؤوب، وان شاء الله ربي يوفقهم بحول الله، وان شاء الله الامور في بلادنا تقعد ديما به. نحن جبدنا على الموضوع هذايا، وايضا فما هناك ناس تخدم في الخفاء سي فوزي. موجود. ناس تخدم في الخفاء، كي نذكر مثلا الديوان الوطني للاسره والعمران البشري والاعمال يقوموا بها في المناطق النائيه جدا. صحيح. يعني ما يمشي لها حتى حد. الأعمال هذه خاصة كما توقع قاعدين نعيشوا شهر الوردي، التقصي من مرض سرطان الثدي عفى الله الجميع، يعني هناك قوابل اليوم قاعدة تقوم بدور كبير برشا، يمشي بقعة في المساعيد، يمشي برشا في السودان، يمشي يعني قافلات كانت تخرج، وهالشهر هذا بالذات فما الناس مجندة بين قوسين مجندة لتقصي مرض سرطان الثدي. موجود الشيء هذايا، وهذوما ناس معناتها قائمين بواجب كبير ياسر، هو واجب معناتها عمل تحسيسي قبل، وزيد عمل فيه برشا نصايح وبرشا معناتها بالنسبه للمراه بصفه عامه، ومن قبل راهو عندنا القوابل نتاعنا هذوما، وخاصه انا عندي فكره على التنظيم العائلي، كانوا يخرجوا ديما حتى بيريوديكمون، حتى مش في المناسبه هذيا نتاع نعم، كانوا يخرجوا ويوعيوا النساء في البلان معناتها ايجيان، باش معناتها يكونوا في نظافه تامه، باش معناتها تستحفظ على بدنها وتستحفظ على صغيرها كي ظلي، وتتابع معناتها مراقبه طبيه. ونقصت كانت عندنا برشا حوادث، كانوا برشا نساء يموتوا البرة، كانت صغار طابت تموت في كرشمها وكل شيء، لكن توا بحول الله القوابل هذوما اللي قلت جنود الخفاء، خاصة سي فوزي على مستوى المتابعة، علاش قلت يموتوا؟ لو يجيو من برا من الريف تقع على وشك الوضع، فهمتني؟ ولكن زاد على مستوى المتابعة، على خاصة ما تلقاش وسيلة نقل، بس تولد في الثنية يعني اي، ولاو يتنقلوا لهم حتى لبلاصتهم، حتى لبلاصتهم هذيك الباهية هي، هو الفرقة اللي هي تسمى ليكيب موبيل، الفرق المتحركة يعني. تمشي في اللي فاكسان، تمشي في المتابعة نتاع المرأة الحامل، يمشيوا في التوعية فيما يخص معناتها لي بيكور دو سكوربيون ولا البيكور، يمشيوا ويوعيوا المواطنين وكيفاش معناتها الوسائل يحميوا بها أرواحهم، وكيفاش معناتها كي تصير لهم حاجة اش يعملوا بالضبط وكل شيء. باهي، أنا في ختام هذه الحصة نسألك سؤال. تفضل. سي فوزي شوية، هل أنت راض على ما قمت به 36 سنة؟ أو سؤال نطرحه بطريقة أخرى، ماذا بقي في ذاكرتك من هذا العمل اللي قمت به،
ولو كان انا نحب نقول ما رايك سي فوزي شويه في فوزي شويه، حاول انت باش تنقل فوزي شويه، ما قام به وهل هو راض على العمل اللي قام به طيله 36 سنه؟ نشكرك سي زبير على السؤال هذا، ولو انه سؤال في قالب نقده، بأنا ان شاء الله بحول الله انا في حياتي المهنيه انا راضي كل الرضا، انا قمت بواجبي بحول الله، قمت على احسن وجه، سواء كنت عون عادي ولا انسان مسؤول حاولت نوفق، وهذا بشهاده الانسان راهو كي تحب يتحدث لروحه وما يخلي ما يتحدثش هو يشكر روحه ويخلي الناس تشكره. نعم انا بحول الله الفرق اللي خدمت معاه الكل في المستشفى وكامل المستشفى بصفه عامه، خاصه القدم خاطر جدد بليزوموا وتوها عندي طلب نأطر فيهم اللي تسهل على فوزي شويه، ان شاء الله بحول الله ما يجيبك كان جواب حسن. بعد هذا السؤال ساجيبك انا شخصيا، بما اني طرحت السؤال عليك ساقول لك ان هناك اصداق طيبه وطيبه جدا عن شخصك، لاني اليوم دعوتي ليك لانك اول حاجه كارير نتاعك، ثم حاجه اخرى السمعه نتاعك الطيبه سي فوزي هذه اللي بقدها، وحاجه اخرى مش خاطرك مش نشكرك خاطرك انت ولد حومتي، انت صديق عزيز وانت ولد حومتي الجامعه وصاحبي ونحن ولد حومتي الجامعه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لك السعاده والتوفيق ولابنائك ايضا، بارك الله فيك. وان شاء الله يا ربي يكون قد وفقنا في هذه الحصه، لكن قبل ما نغادروك وقدرنا تحب نسمع غنيه، هي غنيه تاع اظن كرم محمود يا مسهر عيوني هكا ولا ان شاء الله. إذا زميلنا أيمن ليقا نشكروه شكرا جزيلا جدا على مرافقتنا في هذه الحصة، كما أشكر أيضا الدكتور محمد ليوان على تشجيعاته المتواصلة لهذا البرنامج، هو الزبير عياري، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.